اعلام الجماعه واعلام الاخوان، وازاي بيتعامل مع العاملين عنده، وازاي بيتصدر للجمهور وتاثيره عليهم، وما زال هو لحد دلوقتي. اولا اعلام الاخوان منذ الازل، يعني من اول حصل بالنا مع عمل جريده الشهاب والنزير وجريده الاخوان المسلمين في الاربعينيات القرن الماضي، وحتى قناه مكملين وشرق وغيره بتاع اللي هي بؤر التضليل دي، وهي قائمه على رقم واحد التدليس، رقم اثنين المزايده، رقم اربعه التضليل، ثلاثة التضليل، رقم خمسة ترويج الأكاذيب وإشاعة وترويج الإشاعات، نشر الأكاذيب وترويج الإشاعات.